أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما يقول لنا بأن البحرين غنية بشبابها وبأهلها، وأن الرهان على الشباب لبناء المستقبل الواعد للمملكة مضمون، ونحن نراهن على الشباب دائما باعتبارهم العنصر القادر على تحقيق مفردات التقدم للمملكة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للحفل الختامي للنسخة الأولى من برنامج لامع، والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة بدعم من بنك البحرين الوطني وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، والسيد جان كريستوف دونالد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن تنفيذ رؤية الملكية السامية في مجال رعاية الشباب وتمكينهم، فقد وجهنا وزارة شؤون الشباب والرياضة لإطلاق النسخة الأولى من برنامج لامع، هذا البرنامج الذي يركز بصورة واضحة على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية البحرينية في مختلف المجالات، والتأكيد على أن شباب البحرين قادر على الإبداع ومعدنه من ذهب. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رسالة إلى الشباب والشابات الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول للمرحلة النهائية من النسخة الأولى، وقال سموه: اليوم ليس نهاية المطاف، وتمتلكون فرصا وافرة في المستقبل، وهناك تحديات كثيرة للتأهل والدخول في المرحلة الثانية، واعتبروا مشاركتكم في البرنامج بمثابة فوز، ويجب عليكم استثمار الخبرات التي اكتسبتموها. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتعاون الثلاثي الوثيق بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وبنك البحرين الوطني ومعهد الإدارة العامة في تنفيذ هذا المشروع بصورة مثالية، ووصوله إلى الأهداف التي وجد من أجلها في تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في المبادرات الوطنية. وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم نخبة من الشباب الذين فازوا بالنسخة الأولى من مشروع لامع، وهم سعيد الجودر، روان توفيقي، فاطمة البستقي، واللاتي تم اختيارهن بعد اجتياز مراحل البرنامج والخضوع لعملية تقييم دقيقة جدا وفقا لمعايير وقوانين معتمدة.